أذلاء على التيك فلا توك أستطيع وأخوكم على التكلم، الفرق الكفرية. أعتذر من عموم المسلمين الموجودين في هذا البث، ولكن نحن منصورون بإذن الله، لا لستم منصورين، تكلوا ولا انظر تملوا. كيف نعم غلبت نعم نحن حجتكم يا منصورين، فدادة. هذه زلة، هذه زلة لسان، نحن منصورين أيها الإخوة. أما ما يقول هذا المدعو، لا أعرف ما اسمه، هذا المذهب اسمه الصالحي محمد وخلافه صالح، يعرفه من، شيوخك نعم نعم هذا حين فروا نعم فروا نعم نعم هذا فرادى الحذاء، هذا الحذاء الذي وخرافات. يتكلم، لا هذا لا الحذاء احترم الذي يتكلم احترم، هذه اخلاق الاسلام، من هذه اخلاق الاسلام، احترم. خسيت وساء وجهك. ما بالك أنت بمحسن ملحد الجام وكافر وتتكلم عن بأخلاق الاحترام. أبناء لا أعلم، الشوارع لا يا أعلم أخي. أيها الإخوة كيف يوجد ملحد ويتكلم عن الأخلاق. أنت ملحد أنا لست أتتكلم عن ملحدا، أنا الأخلاق، رجل مسلم، أنت كافر وتتكلم أنا عن لست الأخلاق. كافر، أنا سواء رجل كان مسلم. هذا المدعو إسكندر وخلافه، لا أخلاق اتركك من بلا اسكندر، دين، اتركك من وأنت اسكندر متدين، ويقوى لن أترك وركز معي أحدا يا شيخ. يعتاد إصبعي على فبعد أن رشاش سحقك يصيب الدكتور جموع خالد الأعداء، الأفضلية منك لن بعد أترك جلسة أحدا، الجلسة، سواء بعد أن كنت أنت سحقك الدكتور أو خالد، التراكتور خالد أو هذه الحذاء أبقى لك المتكلم المدعو يعني محمد صلى. قليلا والله قالوا لي قد هزم التيك. لكي اسمع يكون اسمع، لي في ذلك نصيب وشرف إرغام أنوف مشايخ الذل والهوان. دخل برشاش أبو الدرداء. هل انتهيتم من كلامكم الهزلي التافه الذي ليس تتكلمونه؟ هزليا، تغلقون علينا ميكروفوناتنا، أليس هذا كم الأفواه؟ أليس هذا كم الأفواه أيها ميكروفوناتنا الإخوة؟ انظروا كيف يكمون أفواهنا، مش يكمون، انظروا أيها الإخوة، يكممون يا شيخ. انظروا. ويحك خسيت وساء اتصفت وجهك، العربية والله بنار لا تعرف من وسودان يا العربية شيخ. إلا اسمها، والله لا تعرف العربية، أنت استحق تتكلم العربية العربية، أنت أنام الليل تتكلمها، وأطرب النهار. والله لا يا من تعرف من انظر العربية كيف حتى وقعت في اسمها، شر ولا أعمالي. أحسبك، ولا أحسبك إلا أمازيغيا، لا أحسبك، لا أحسبك. اصبر أصمت اصبر يا أصمت ابو أصمت ضلال، أصمت أصمت اصبر أيها اصبر يا ابو الحذاء، ضلال. أيها الحذاء المتكلم، كنت لا تعيب على تعرف من الناس العربية، وتهدي لا تعرف من العربية للدين إلا اسمها. الآن بلهجتي أبو الدرداء، بلدي، ووقعت في ما هو أسوأ من ذلك من التلحين، أين مؤتسيا برد؟ بالأعاجم. دعونا كمموا أفواهنا، قولوا ما يزيد عن ايوه ذلك، انطم بل انطم، وأسرفوا هل هذا انا اعلم وأمعنوا، بسبب تزاوجكم أسرفوا مع الشيعة وأمعنوا، الرافضة الان أسرفوا اصبحتم وأمعنوا. والله تنضحوا يا أتنظر يعلمونكم إلى شيء؟ اللطم. والله ها لا أراك إلا كافرا كفرا بواحا، والله لا أراك إلا الكفر كافرا البواح كفرا لا يكون بواحا. لرجل مسلم والله لعامة أنت المسلمين، خسئت، وانما هذا أنت لفظ مسلم، استخدمه ويحك، الرسول لتبيان الكفر الحاكم، والله ولا خسئت، يقال والله لرجل من خسئت، عامة والله المسلمين أن أن تسمى كفره من كفر عموم البواح. المسلمين، والله أما أن تسمى من عموم المسلمين فهذه والله معيبة بحقي. كيف أقبل أن يسمى رجل كافر ملحد زنديق بأنه مسلم ثم أبعدت نسكت؟ النجعة يا أبا الدرداء، فلست لا لا، كافرا ولست أغلقوا علينا ملحدا. هذا الميكروفون، أغلقوه لكي تتمكنوا من كم أفواه أهل من الإسلام كم وأهل السنة أفواهنا يا والجماعة. رجال، أغلقوا، التصفت ولكن خسيتم. العربية، هناك مش من عموم كم المسلمين في هذا أفواهنا. البث، لا هناك بأن عموم تتعلمت المسلمين العربية في هذا البث. سوق الجمعة أصمت وفي أصمت سوق أصمت السبت عند أصمت، اليهود أويحك، أم في سوق أتقارن نفسك الأحد بي؟ عند النصارى؟ خسئت. أولا انظر، تكلم هذه أنت عربية العربية، فلا تسعفك أنت تكلم أن تكون العربية أن تكون الفصحى. مفوه تيك توكي يا أبا الدرداء. أنا أغلقت عليه المايك لأبو الدرداء، أبو الدرداء، لأن يعني ليش هيك صاير أخلاقك؟ الدرداء معصوم كثير لأنه قال ويستفيد أن في تكون الناس. فسكن النون، فوقفت له حدا، فقلت له ويحك خسئت وساء وجهك، أن تكون، لماذا سكنت النون؟ أتصيد في أخطائك، نعم، أنت لا تتقن العربية وما تتكلم هو تعريب تكموا ليس أكثر. أفواهنا، أنت من قلت من قليل لست جيدا؟ أتركك من العربية ففضيحتك لا أوضح في جلادل يا شيخ. لم أفضح ولن أفضح، نحن أهل الإسلام، أعزنا الله بالإسلام. لم أما يعزكم، أمثالكم أحفاد أذلكم القردة، الصينيين ومن أحفاد قبل القردة المشركان ومن وأحفاد قبل الملاحدة اليهود والإنجيل، وعموم أهل الكفر والإلحاد، أما وقد كان مثلكم خليفتكم من خسئت حلفاء وساء العمال وجهك. عبدا من حسنا، عبيد الأوطان. الآن تقول أخالف خلافته خليفتكم، الخليفة عبد كيف الحميد تعتبر الثاني. نفسك رجلا من عموم المسلمين وتقول خليفتكم اسمع ولم يا تقل شيخ، اسمع خليفتنا؟ يا شيخ،
الآن أجب. من صور الذل حشرته في والهوان زاوية، عليكم حشرته في حتى زاوية، آخر حشرته في خلفائكم زاوية، حشرته في زاوية. نعم، ها قد وقع، ها قد وقع، خليني أعطيك ها قد درس وقع، ثاني يا شيخ. ها قد وقع. اسمع الدرس يا أبو الدرداء، اسمع تعلم. أولا نعلمكم، هذا أول، لا بس لا نحن بس. أتينا لنعلمكم. طيب اسمع، أما تقول أستطيع اسمع. أن تصبر اسمع. على اسمع. مدة اسمع. دقيقتين؟ لا 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 لا، هناك لدي دقائق، لدي دقائق معدودات. أولا أتينا لنعلمكم ونؤدبكم، فأنتم تفتقدون للعلم معي والمعرفة والأدب. أولا لقد أتيت لأعلمك أنت وأؤدبك، أما أنت يا من تدعي، يا من تدعي كفرا وزورا وبهتانا بأنك مسلم، فأتيت لأفضحك. الناس الأدب. تفضل أستاذ محمد صالح، أعطيه الميكروفون. نعم نعم نعم، مارسوا كم الأفواه، مارسوا كم الأفواه بحق كلمة الحق. يعني ايه كم الافواه يا مضوع؟ يعني ايه كم الافواه؟ يعني حاجه اسمها كم الافواه؟ كلمه جيده، جيده، نعم. جيده معروفه، انت تبدل الجيم بالجيم عادي جدا، هذه اداء اهل اليمن واهل مصر ومناطق في الخليج. انت جيد، طبيعه ملك ابيك، ملك ابيك، ملك ابيك. يا جيده، نعم. جيده الخطا، انت يعني انت شايف الخطا في نطق الجيم ولا الكلمه نفسها؟ يعني عرفنا بقى عشان نعلمك في اللغة البداية. نعلمك والله اللغة في البداية أرى أنك أنت اللغة. وجودك خطأ، أنت خطأ، أن نعم. وجودك، أن وجودك في الإله تبعك الذي أوجدك، أن وجودك، انظر إلى مدى مقولتك الكفرية، ولكن نحن لا، أن وجودك خطأ، أن وجودك خطأ، أن وجودك ليه ليه استنى من القول يا شيخ. لحظة أستاذ محمد، إن وجودك خطأ. ليه يا أبو الدرداء؟ لماذا قلت إن وجودك خطأ؟ سألوني ما الخطأ؟ أجبتك. لماذا قلت إن وجودك، على لماذا قلت إجابتي؟ إن وجود، لا لماذا قلت إن وجودك، وجودك ليس ليه؟ مطلقك، لأن ليس لا 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 مطلقك لا فقط خاطئ، وجود، بل وجودك بالكامل خاطئ. وجودك معي على هذه المنصة. يا شيخ أبو الدرداء، لا تنادني بأستاذ رجاءً، لا تنادني بأستاذ وخلافه. يا لحظة، لحظة يا أبو الشيخ، لحظة يا شيخ. وجودك أنت يعني حطيت فتحة على الدال عشان اسمي إن منصوب، صح؟ اسمي إن منصوب، صح؟ نعم نعم. طيب تعرف تقول لي إن هذان لساحران جت إزاي؟ تفضل تفضل يا شيخ، تفضل. إن قلت لك إن هذان لساحران، أيوة. من قال لك أنها صحيحة؟ من قال أنها صحيحة؟ يا لا رزد، والله يعرف إنه هذه آية. وقعت بالفخ يا دكتور، الله. يلا قول لنا، يلا كيف أتت إن هذان لساحران؟ يلا، اسم إن هنا مرفوع. نعم. كيف أتى اسم إن مرفوع؟ والله سهلة. والله سهلة. سهلة جدا. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام من؟ أنا كلام أسمعك من لساحران؟ كلام من لساحران؟ كلام من؟ كلام من لساحران؟ أجبني إن كنت رجلا. كلام محمد. كلام من؟ كلام رب العالمين أم كلام محمد؟ كلام محمد. فرعون يا جاهل. قول قول أنت. كلام رب كمل العالمين أم كلام محمد أم كلام فرعون؟ كمل الإجابة، كمل الإجابة بسرعة. والله إني أترفع عن الإجابة عن هذه الأسئلة التافهة من. طيب أقول لك ماذا قال، أقول لك ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي أخرج، الذي قال عنه الحافظ السيوطي هذا صحيح على شرط الشيخين. قالت يا ابن اهدى بس، اهدى بس. قالت إن هذا لساحران. لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت أكمل بس عشان الناس تسمع. نعم. قالت إن هذان لساحران، والمقيمين الصلاة والصابئون، هذا خطأ من الكاتب، هذا خطأ من الكاتب، والحديث صحيح. نعم. كما قال نعم. الإمام نعم. الحافظ السيوطي على نعم. شرط الشيخين. تعرف الشيخين نعم. يا شيخ أبو الدرداء؟ أين هي مشكلتك؟ أين هي مشكلتك؟ تعرف الشيخين مشكلتك؟ الأول؟ طب تعرف أين الشيخين مشكلتك؟ الأول؟ يعني نعم أعلم الشيخين من هما. ما هي مشكلتك؟ الآن قلت من هم لي ولكن لم تقل من هم الشيخان؟ من هم الشيخان الأول؟ ويحك. من هم الشيخان؟ من هم الشيخان؟ ويحك خسرت. الآن قل لي، قلت مشكلتك أين؟ قل لي الأول من هم، قل لي الأول من هم الشيخان؟ أين مشكلتك؟ خلاص كفاية عليك كده النهارده. لن أجيب، لن أجيب على هذه الأسئلة الصغيرة التافهة. هروب، هروب تكتيكي. كلا كلا، لم نهرب أبدا.
لن نهرب لن أبدا نهرب أبدا. وإنما لن نترك التيك ولكن توك. إن كان لديك سؤال في لفظة قد وردت خطأ عن إنسان غير معصوم فهذا يعاد إليك، هذا يعاد إليك، هذا عيبك، هذا يا عيب شيخ أبو المتلقي. الدرداء، أين صاحبك؟ والله إن صاحبي الآن في غزوة إن شاء الله لن تعلمون نتائجها ولن نفصح عنها الآن، لا تعلمون نتائجها، لن نفصح عنها، ولكن إن هل شاء الله الغزو هو في لها القريب علاقة العاجل بالتيك توك أم هي غزوة سيأتي نسوية؟ ويفضحك، هل سيأتي. هي غزوة تيك أنا توكية أم انظر نسوية؟ انظر انظر، نعم، تسألني لماذا أجاهد على هذا البرنامج المسمى تيك توك؟ أقول التيك لك توك، التيك توك، إن كل تيك ساحة، توك، مش بالطاء، كل بالتاء. ساحة، والله هذه كلمة أعجمية ليس لها لا جمع ولا إفراد ولا أصل، وهي في ما قلنا الآخر الجمع، هي نلفظها تيك كما توك نريد. لها معنى من ليست لغة. السرعة. خسئت، شو هذا التيك خسيت يا توك شيخ أيها الإخوة، الدرداء؟ شو خسيت؟ إن كان مساحة منه يعني لا فالح للجهاد فنحن بالعربي ولا في جاهزون. الإنجليزي يا مرسي. إن كان لا نتعلم لغة الأعاجم، نتقنها ولكن لا نحبها. نتكلم 73 يعني أنت لغة بعد طلعت الماء ماشي إن شاء العربي الله. وإنجليزي يا شيخ. نعم، أم خسئت؟ من أنت لتقيم لغتي؟ ما خسئت لك إلا وساء أن وجهك. تتعلم أولا الفارسية. إن كان صديقي الآن مختف ولكن له عذره، فهو مختف لغرض دعوي جهادي إن شاء الله، نسوية أم غير وستسمعون، نسوية يا شيخ؟ ستسمعون قريبا، ستسمعون قريبا. هل الموضوع له ثانيا علاقة إن بالنساء؟ كان هذا التيك توك، ويحك ويحك، دعني أتكلم، ويحك ويحك، ما أنت تتكلم كالحرمة، والله والله لو حرمة تتكلم بهذا الكلام كنا أصمتناها. شو يعني حرمة أبو الدرداء؟ أنت دائما يعني حرمة حرمة حرمة، ما شو يعني حرمة؟ حرمة هكذا كان حرمت يفعل عليك، سعد بن عبادة نعم. مع سعد أما بن الآن معاذ مع أسيد فإن بن كان حرمت عليك، هذا حرمت عليك المكان عشت، هو حرمت عليك هم عشت. إن كان هذا المكان فيه يتجمع عموم أهل الكفر والملاحدة من أمثال إسكندر وهذا العبد الطالح وليس صالح، فنقول إن شاء الله نحن محمد موجودون صالح هنا، رجل مسلم، ليس نحن له علاقة موجودون بالملاحدة. هنا، أنت أيها الطالح، نحن موجودون هنا لا ولا لإفحامك تنابز وردك بالألقاب، أنا سيف تعاليم وتبيان ربي. كفرك. يا الإسلام أبا دين الدرداء، عزة، أنت تخالف من القرآن يشتمنا الآن، أنت نشتمه، تتنابز الإسلام ليس بالألقاب دون ذل الآن. وهوان. ويحك ويحك، ويحك، أنت طالح ولست صالح، لماذا تتنابز بالألقاب أنت الآن؟ طالح ولست صالح. بل أنا صالح، الإسلام دين عزة، وشهد الإسلام دين البر عزة، والفاجر سموه بصلاحه. أيها الإخوة. ننادي الآن في فلم أنجح البث طفلة إلى الإخوة في عمر جميعا، تسع إلى الإخوة سنوات جميعا، فقط. عموم المسلمين الموجودين في هذا البث، قولوا بأجمعكم سموه طالح، ألغوا بل حرف اكتبوا الصاد صالح، واستبدلوه بالطه، اكتبوا هذا نكاية طالح. لأهل الجهل، اكتبوا صالح، اكتبوا محمد صالح نكاية بأهل الضلال. وين راح الشيخ؟ أين الشيخ ذهبت يا شيخ؟ إجا تليفون الشيخ. انظر انظر الناس ماذا لا حول يكتبونك ولا يا قوة إلا شيخ، بالله يا شيخ، الكل انظر. كتب صالح يا شيخ، الكل كتب صالح يا آه شيخ. يا شيخ ما شاء الله. حبايبي، شكرا لكم يا أحبتي، هرب الشيخ أبو شكرا الدرداء. لكم. طبعا تعرف أين يا شباب ذهبت يا شيخ؟ إنه الشيخ أبو الدرداء يعني ملحد والعياذ بالله. يعني كان أعرف بيعمل معاكم أعرف الكاميرا أعرف خفية. أعرف أعرف فيا شباب اللي مفكر الموضوع جد يعني الموضوع كله مزح يعني، بس شباب بنمزح مع بعض وعادي، فعشان في ناس كانت ماخذة الموضوع جدي وفاكرين انه هو شيخ. شكرا لكم بمناسبة احبتي. بمناسبة اسكندر الحديث برضه اللي انا قلته هذكر الناس بيه، ان هشام بن عروة بن الزبير سأل السيدة عائشة عن ان هذان، طبعا استاذ محمد استاذنا كلنا ويعرف انت ان استاذنا هذان، وشيخنا مولانا حبيبي تسلم حبيبي يا استاذ دكتور محمد، خالد، ان كلنا هذان نجلس على ونتعلم منك حبيبي، تفضل. ان هذان لساحران والمقيمين الصلاة، طبعا المقيمين معطوفة على مرفوع واتت منصوبة، والمقيمين الصلاة والصابئون اتت مرفوعة ومعطوفة على منصوب، سألها، وطبعا لانهم كانوا عربا اقحاح يعلمون ان هذا خطأ فادح فاضح، هذا خطأ فادح فاضح، قالت يا ابن اخي هذا من عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. يا نهار السدعة الفضيحة، والحديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحافظ السيوطي،
ولم يضعفه أحد. خطأ من الوحي يعني، الوحي كان أخطأ. طيب طيب يا استاذ محمد اتفضل. طيب يا جماعة شو رأيكم نسمع قصة الأستاذ محمد صالح؟ أنا ما عنديش قصة، أنا ما بحبش القصص كثير، ما عنديش هو قصة. ما بيحبش يحكي ال أنا يعني أنا أتفه من إنه يكون لي قصة. عندك الشيخ الأزهري لا لا يا أستاذ محمد امسكوا امسكوا يا شيخ اسكندر. أنا مسلم واحد يا أستاذ، أنا مسلم واحد. عندك طيب شو رأيك نختكم للجماهير؟ شو صار معاك يا شيخ؟ أنا مسلم واحد. طيب نحتكم للجماهير يا أستاذ محمد صالح، إذا حابين تسمعوا قصة الأستاذ محمد صالح. أنا قصتي ما يحتاج حدا يسمعها. والله لا من إنه يكون عندي قصة يعني، ما عندي حاجة. والله أنت أجمل قصة حتكون في كل العالم. حبيب الملايين يا أستاذ محمد. أنت حبيب الشعب كله، حبيبي والأخوة الجمال يعني. أنا استمعت لقصة الأخ اللي كان يعني تكلم في بعض الأمور يعني، عجبني جدا يعني صراحة قبل أن يقتحم علينا بالدرداء. هذا الشاب الجزائري يعني فريد من أرقى الشباب الجزائريين بالأفكار وهيك. انت عارف يا استاذ محمد الـ يعني ستستغرب من بدايه، يعني من بدايه بحثي، البدايه كانت مع صلاه التراويح. يعني صلاه التراويح يعني كنت اسال او اتساءل لماذا يصر الشيخ الامام الالباني على ان الرسول لم يزد في حياته عن 12 ركعه، ومع ذلك المسجد الحرام والمسجد يصلون 20 ركعة. فأنا بدأت أبحث ليه يعني هنا ليه، ثم أخذني البحث إلى ما وصلت إليه الآن. ده كان بداية البحث، صلاة التراويح. أرجعكم أبو الدرداء يا ولي. خسئت وساء وجهك يا أبو الدرداء. نعم نعم نعم، أتينا مرة ثانية وثالثة ورابعة، فقط لكي لا تظنوا أنكم انتصرتم علينا أو أننا نهرب، ولكن ننسحب حقنا لدماء المسلمين. هذا أولا. كما أسلفت لدينا حقنا وليس حرقا، هذا الحرق لكم يا عموم الملاحدة وأتباع الرذيلة. حقنا أولا نعلم مبتغاكم من هذا البث السيء المسيء من مثل هذا إسكندر، وأنت أيها الطالح رجاء الكتابة فيما يسمى الكومنتات أن هذا الرجل طالح أيها الإخوة وليس صالح، وذلك الدكتور الذي كان يقول جيدا لم ننسى. أتيت فقط لأذكركم بأنكم ستمثلون أمام يدي الله عز وجل، وستقفون بخشوع وتقولون ندمنا وخالفنا أبا الدرداء، ندمنا وبكينا، وستبكون هناك. والله ستبكون، والله ستبكون ساعة لا ينفع لا بكاء ولا ندم. أما أخيرا أنت ستموت ميتة، أنت ستموت ميتة شنيعة يا طالح، أنت أيها الطالح الكافر الزنديق. والله سنشمت، والله شماتة، والله شماتة، أنت وذلك الجيدا، والله شماتة ثم شماتة ثم شماتة، اللهم شماتة. هل سيموت مثل ما مات الحسين بن علي حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا نعرف، لم يردنا كثيرا عن هذا ابن حفيد علي. لا ليس ابن لا علي، حسين حفيد حسين علي ابن علي. نعم حسين نعم ابن علي. نعم نحسبه إن شاء الله عبدا صالحا. نعم عبد صالح إن شاء الله، توفاه الله وأخذ أجله. أما خلاف ذلك تعرف هذا الشيء، والله انظر، إن كان مبتغاه الجنة فقد حصل عليها، أما إن كان مبتغاه سياسي فلا نجد معاوية قد أخطأ. فهذا رجل يعني يخرب بيت. نحن نتكلم عن الفتنة الكبرى، نتكلم عن الفتنة الكبرى. والله أنت ذا الجوشن، أنت ابن الجوشن، أنت أيها الطالح ابن الجوشن. هو الحسين، أنت الطالح ابن الجوشن، أنت الطالح ابن الجوشن، أنت ابن الجوشن. نعم أنت أيها الطالح، والله أنت ابن الجوشن وذلك الجيدا.
أما ختام ما نقول فإن اسمطي يا حرمة، اسمطي يا حرمة، اسمطي يا حرمة، هذا مكان يتكلم فيه الرجال، هذا مكان يتكلم فيه الرجال، اسمطي يا حرمة، اسمطي يا حرمة، نترفع عن نقاش هذه الحرمة، إن كان لديها سؤال فتوجهه للزنديق إسكندر. خسيتي وساء وجهك، خسيتي يا حرمة، خسيتي وساء وجهك، والله والله هذا ما علمتك إياه نوال السعداوي، هذه أخلاق نوال السعداوي، هذه تربية نوال السعداوي. اذهبي إلى الشذوذ، اذهبي إلى الشذوذ، اذهبي إلى الشذوذ، اصمت أنت يا جيدا، اصمت، اذهبي وشذي، اصمت اصمت، أنت اذهبي إلى الشذوذ، اذهبي إلى أورومبا، إلى بلاد الكفر في أورومبا، اذهبي اذهبي، هناك تجدين العري، هناك يكون العري كما تحبين، هناك يكون العري كما تحبين، كما تحبين، عراء كامل، هذا ما تبتغينه وتشتهينه، نعرف أنك لا تشتهين سوى العري وسوى إثارة غرائز الرجال، وأنتم لا هم لكم إلا هذا. اذهبي إلى أورومبا، عيشي في سوقك، عيشي في بحبوحة من الفسوق، عيشي في بحبوحة الفسوق والكفر، فوالله ستذلين، ستذلين، ستذلين إن شاء الله، ولكن عيش الآن في بحبوحة الفسق والفجور. أنت أيتها أنت أيتها الكافرة السافرة المتبرجة التي تبتعد عن دينها، ولكن سيأتي يوما تعيشين فيه ندما. خسيت وساء وجهك، خسيت يا ملحدة، انظري انظري، أولا أنت حرمة، ثانيا كافرة، ثالثا ملحدة، رابعا والله وقد تكون نسوية، والله ربما نسوية، والله فيجتمع من الكفر أضلاع، يجتمع من الكفر أضلاع وليس ضلع وضلع عين. والله اصمت اصمت، أنت أبو جيدا، والله زبط غرعا بك، لن أجيبك، معلش معلش لو سمحت، اتركني. عندي حديث، معلش لا لا لا، ليس لدي، ليس لدي عندي معك عندي حديث لو سمحت. يا لو صاحب سمحت. الجيم انت لا تتكلم جيدا، لو سمحت تكلم جيدا، لو سمحت، لا أريد، عندي حديثين، لا أريد، لا 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 معلش بس اديني فرصه، اديني فرصه بس، عندي حديثين اريد ان تجمع بينهما او تقول لي ما الجامع، ما الجامع بينهما. في حديث ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يطوف على نسائه في الليل في الساعة الواحدة بغسل واحد، في ساعة من الليل أو النهار بغسل واحد. نعم نعم، ده حدث. لحظة من نفس الشيء، عنده لحظة بس، بطوف عليهم بغسل واحد. طيب نعم، ونشدد بغسل واحد، لسه نشدد إن شاء الله. لسه بس، نعم. لسه بس انتظر، ألا هذا ليس السؤال، هذا ليس السؤال. السؤال في حديث آخر يقول أن الرسول كان يجلس مع السيدة عائشة، فدخل رجل وقال الرسول وسأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يجامع أهله ثم يكسل، فهل عليهما من غسل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وهذه، يعني السيدة عائشة، نفعل ذلك ثم نغتسل. يعني واحد دخل على الرسول وقال له إن واحد بيجامع مراته ويحصل له عطل فني، يهني ما يكملش، المستوى بتاعه ضعيف فما كملش، فهل عليهما من غسل؟ فقال الرسول أنا وهذه، أي السيدة عائشة، نفعل ذلك ثم نغتسل. كيف تجمع بين حديث أن الرسول كان يطوف على نسائه جميعا بغسل واحد في اليوم أو الليلة وحديث أنه كان يكسل؟ فضل شيخ أبو الدرداء. الدرداء راح ابو الشيخ الدرداء عنده رقم بتجي بجيب تجي فتاوي شيخنا راح شيخ يا استاذ محمد، خلينا احنا بقى نجاوب على ايه رايك في الحديثين دول يا استاذ محمد. فل صباح صباح الفل جميعا الاول، صباح الفل، صباح الفل، النور يا باشا، نور مازن باشا، محمد ويونس ودكتور خالد، مالك استاذ ديما، صباح الورد عليكم جميعا، كيف حالكم؟ احلى مازن بالعالم، وين كنت سهران يوم امس؟ ها
صرت انا بصحى متصالح شويه كده، وبعدين يا دوب كان لسه صاحي فهو مكمل، وانا رحت نمت بقى وصحيت دلوقتي وبتاع. تخلص على بس صباح الفل، صباح الفل عليكم، انا مستمع معاكم اهو، كنت طالع اصبح عليكم. بس هو الفقره اللي فاتت دي كانت بجد يا جماعه، الراجل ده بجد ولا ده لا حاجه كده ولا جد فرق ولا اكونت حاجه. زي الفقرات اللي بيعملها؟ لا يا بس مازن، ده زي هشام ابن وسط كده بيعمل اللي هو بلاك كوميدي يا مازن، ده بلاك كوميدي مازن. ده بلاك بجد يا جماعه، ولا ده زي ال... زي ك... مازن انا عملت اكتر من روم على الاقتباس انا والشباب، يعني بفكرك بتعرف الاشياء هاي، في فريق كامل يعني مجموعه الشيوخ بيعملوا زي ستاند اب كوميدي وهيك، فهذا الشيء عملناه كثير. قبل فترة صرت مع أحمد حرقان على التيك توك وعملنا فيه فيلم، واليوم إجت مع الأستاذ محمد صالح، بس الأستاذ محمد صالح طلع بيعرف بس مشي علينا. لا أنا ما بيمشي علي هذول يعني. أنا كنت بديها تكون عشوائية، عرفت، ما يكون حدا بيعرف، بس أظن أنه دكتور أنا ما كنتش عارف اسكندر بصراحة. اللي عندك كتبت لك أنا بالشات. يعني ممكن دكتور خالد، هو دكتور خالد داخل يقول له حديث كذا وحديث كذا وبتاع. دكتور خالد خد الموضوع جد، انا في الاول خدته بجد انا كمان على فكره، بعدين لما بصيت على الاسم كده لا الاسم هو اللي مريب. الاسم هو اللي خلاني اشك. لا مش بس ابو الدرداء، ابو الدرداء عادي، لا بقيه الاسم ابو الدرداء اصلا، ابو الدرداء اصلا محمد، ابو الدرداء كمان، معلش دي ملاحظه، ابو الدرداء له حديث ايضا في صحيح البخاري يا استاذ محمد، حينما اتى رجال الكوفه فكان ابو الدرداء، عشان الناس ما تخلص، انت تقصد ابو الدرداء الصحابي. الصحابي الصحابي صح، الصحابي مش ابو الدرداء صاحبنا لا 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 اللي كان بس يصرخ وبيسب الناس. ابو الدرداء طبعا كان من المحفظين للقران، يعني هو كان يحفظ ويقرا ويحفظ الناس القران. فلما اتى رجال عبد الله بن مسعود قال لهم أيكم يقرأ قراءة عبد الله، أو أيكم يقرأ قراءة عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، فقالوا كلنا، يعني كلنا نقرأ قراءة عبد الله. فقال أيكم أقرأ، يعني أنا عايز أحسن واحد يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود. فقالوا علقمة. فذهب إلى علقمة فقال له اقرأ لي والليل إذا يغشى، طبعا الصورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. أبو الدرداء حينما سأل علقمة قال له اقرأ قراءة عبد الله بن مسعود، فقرأ علقمة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى ليس فيها وما خلق، ليس فيها وما خلق. فقال أبو الدرداء والله لقد سمعتها هكذا من في رسول الله، وهم يريدون أن أتابعهم أو أقرأها مثلهم، والله لا أتابعهم. وطبعا الآية أستاذ محمد حضرتك سيد العارفين إن الآية خطأ لغوي فاضح وفادح، وما خلق الذكر والأنثى. طبعا الصح فيها والذكر والأنثى لأن ده قسم، والليل إذا يغشى والنهار. مرحبا مرحبا يا دكتور خالد حبيب أبو لهب. والنهار اسكندر أبو لهب صديقك يحييك من السعودية، خليني أسلم عليه بس دقيقة يا دكتور، آسف المقاطعة. اسكندر عاش من شافك يا رجل، أنت ما غير أبو لهب السعودي عاش. يا هلا بالغالي. أيوة صاحبك السعودي، نعم. يا كيف حالك؟ والله سنين يا رجل، واحد ما شافك من سنين. أخبارك يا صاحبي؟ عساك بخير. والله انا اي منصه فيها كفر زندقه موجود يا ابو لهب. نعم هذا اللي فيه الاجر، هذا اللي فيه الاجر، هذا اللي فيه الاجر، نعم هذا اللي فيه الاجر. الحمد لله، جزاك الله خيرا. تفضل يا دكتور خالد. نعم نعم نعم، انا على ذلك من الشاهدين. نعم والاعجاز الذي موجود في ايه. تفضل عشان خالد ناخذ يونس الغالي الراقي. اهلا وسهلا بكم جميعا. يا هلا هلا بك. تحيه للاخوه الكرام، بعدين ناخذ استاذ محمد صالح الكبير، استاذ مازن، ومولانا الشيخ الفقيه العلامه الحبر دكتور خالد، وابو لهب. حبيبي يونس، حبيب اخبارك؟ بخير، حبيب اخبارك، دمتم بخير مولانا حبيب.
نعم صراحة أنا ما كان عندي مداخلة معينة لأنه ما في موضوع مفتوح يعني، لكن يعني أنا على السمع فقط، حبيت أسلم عليكم كده ومعاكم على السمع يعني. أنت بتنورنا، أنا شرف كبير إلي وجود أستاذ محمد صالح ودكتور خالد ويونس يعني ومازن، والله هذا الشيء شرفني والله. أنا بتشرف بيكم دائما وأبدا. تفضل يا ديما. يونس من الناس الشاطره برضو يا اسكندر، يعني يونس من الناس الشاطره طبعا طبعا انا بعرف يونس، بعرف كيف طريقه تفكيره، سمعته يا يونس انه موجود معي ساكن والدهر، بس نحاول كده. تفضل يا استاذ. طبعا الناس اللي طلبوا ان انا اكمل الحديث، زي ما قلت لكم يا جماعه، الايه مكتوبه في سوره الليل اللي هي الليل اذا يغشى، مكتوبه وما خلق الذكر والانثى. طبعا اللي درس اللغه العربيه يعرف ان ايه الكلمة، يعني ليس لها معنى، يعني الكلمة ليس لها معنى، إنما قراءة عبد الله بن مسعود. وطبعا عبد الله بن مسعود مصحفه لم يسلم إلى عثمان بن عفان، يعني مصحف عبد الله بن مسعود اللي هو القارئ الأول للقرآن نحي جانبا، كان برا اللعبة، يعني لما عثمان بيجمع المصاحف كان عبد الله بن مسعود برا لعبة الجمع، مع إن الرسول قال خذوا القرآن من أربعة، أولهم ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. فكان مصحف عبد الله بن مسعود برا اللعبة، يعني برا اللعبة. وعبد الله بن مسعود حصل مشكلة بينه وبين عثمان، وقال لأصحابه في العراق غلوا أيديكم، يعني غلوا مصاحفكم، خلوا خبوا المصاحف بتاعتكم وما تطلعوش المصاحف. وقال إزاي زيد بن ثابت يبقى هو رئيس اللجنة، ده هو كان بلعب، يعني أنا كنت حافظ 70 سورة من في رسول الله، يعني أنا كنت حافظ 70 سورة من بق الرسول، من فم الرسول، وهو لسه عيل صغير بلعب في الشارع له ذؤبتان، يعني عيل عامل لي بس ضفرتين. فطبعا قراءة عبد الله بن مسعود كان يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وأبو الدرداء أقسم أنه سمعها هكذا وقال إنهم يريدوني أن أتابعهم. طبعا هو شايف إن ده خطأ، وقال والله لا أتابعهم. والحديث في صحيح البخاري، بمناسبة يعني اسم أبو الدرداء بس، فقلت أقول الحديث ده عن أبو الدرداء. أبو الدرداء خلص اختفى يعني، ترك ملف داخلي وهرب. خلص ما قلت له ان هداني لساحران. ابو لهب وصل، لازم يختفي هو من كان على شاكلته. نعم تفضل يا ديما. استاذه ديما الله يزيد فضلك، يسعد مساكم جميعا، وتحيه كبيره 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 لمحمد صالح، انا كثير بحبه وبحب اسمع له. يعني عن جد هيك ببتسم بس أشوفك على الشاشة، منور دائما، إنسان جميل ومحترم ومثقف ومتعلم، يعني يصيب الصميم بكل المواضيع، فقلوب كثيرة ببعث لك من بعيد. شكرا لك، هذا لطف منك عزيزتي، شكرا. الله يسعدك، استفدني جدا هذا أبو الدرداء، حتى لو إنه هو خدعة، لكن هذا يا أصدقائي هذا يعني مثال عن إرهابية الدين، هذا مثال عن تربية المساجد وعن التخويف وعن قمع المرأة وعن عدم احترامها والتقليل من شأنها وضربها. هذا دينهم، القتل والعنف والإقصاء، وفجأة يتحولون لرب، أنت كافر وأنت ملحد وأنت أخو كذا وأنت كذا وأنت كذا، يعني هم يصنفون البشر على أهوائهم. ولولا الدول الأوروبية والقوانين والإنسانية يعني لا صارت حرب عالمية ثالثة ورابعة وخامسة، لأنهم يعتقدون إنه بمنظورهم هم على الأرض، أسياد الأرض، أتوا للقتل بحت، لا يفقهون الدين، لا يقرؤون الكتاب، لا يقرؤون تاريخهم، لا يعرفون أي شيء، جاهلين، يقتلون باسم الدين، الله أكبر ويذبح.
يصدرون الأوامر، يصدرون القرارات، يصدرون الأحكام. هذا هو مثال بسيط جدا للدول الإسلامية والمسلمين اللي بيعتقدوا إنه هذا يعني طريقهم وهذا دين حق. إذا هذا دين حق يا عمي إحنا كلنا نكون كافرين. إذا هذا هو دينكم نحن لا نريده. أنا باعتقادي الدين ليس كذلك، لكن لما أنا أراه في الواقع من التحرش ومن القتل ومن الإقصاء وانت خارج عن الدين وانت كافر وهذا اقطع راسه وهذا مش عارف ايش، نحن لا نريد هذا الدين ولا نريد هذا الاتباع. جاهلون، متخلفون، تخلفون. انظروا لسوريا، المسلم يقتل أخوه المسلم. السعودية ضاربة باليمن الحوثيين. كل الدول العربية كله بقتل بعضه باسم الدين، باسم الدين. المرأة، المرأة عندهم مقمعة، يضربوها، يعنفوها. في الدول الأوروبية المرأة معززة مكرمة، لها حقوقها، لها الإمكانية إنها تعمل، إنها تشتغل، إنها تخوض معارك، إنها تكون قاضية، إنها تكون محامية، إنها تكون دكتورة، إنها تكون كل شيء هي بدها إياه، إنها تقود مجتمع. بنظرهم هم المرأة للضرب والعنف وإنجاب الأطفال زي الأرانب والفئران تماماً. فكل هاي المواضيع مع بعض يعني هيك مؤلمة جداً. ولما أنا أشوف مثال من هالنوع، لحية من هالنوع، ومتخلف من هذا الشكل زي أبو الدرداء، يعني أنا أحتكره جدا، ولا يجب أن نتبع يعني هذا. هم المشكلة يعلون على المنابر وقطيع من الغنم يعني وراءهم، صم بكم عمي فهم لا يبصرون لا يفقهون شيء. الله أكبر واقتل. هذا هو، هذا هو أبو الدرداء يا أختي، هو مثال لتربية المساجد زي ما بقول الأستاذ محمد صالح. هي هذا مثال، هو لما حب ياخذ شخصية أبو الدرداء حب يقلد الشخصية بحذافيرها، فهمتي؟ عشان يوضح للناس شو النموذج، كيف الشيوخ بيتصرفوا معانا وكيف، فهمتي؟ هو مثال رائع يعني. هو إذا هو مثال هو أتقنه، أتقنه يعني. أنا فتت جاث أخرجني عن صوبي يا زلمة، أنا كنت قاعد عن بحث أخرجني عن صوبي، استفزني. هذا هو مثال انت لو حكيتي مع ابو يعني. الدرداء الحقيقي شخصيته الحقيقيه راح تنصدمي من الافكار المتنوره اللي عنده، فهمتي؟ فهي هون القصه، ومنيح انه وصلتك لا هيك أنا يعني. ما بتكلم، أنا بتكلم عن هذا المثال اللي يجسد حقيقة معينة وشرائح معينة موجودة في بلداننا وفي واقعنا وفي حياتنا. اللي أستاذ زي محمد صالح يحارب هذا الجهل وهذا التخلف، وأنا في مسيرتي بحارب الجهل والتخلف. وكامرأة يعني اللي عايشة بدول اللي معطتني هذه الحقوق إني أتكلم وأبدي رأيي وأعبر عن رأيي وأشتغل وألبس أنا كيف أنا بدي، يعني على الأقل يعني النساء في البلاد والدول العربية هي نساء يعني مقمعة جدا. يعني بالفترة الأخيرة نرى بالسعودية، يعني بس أجا سلمان بن سلمان عمل يعني سمح للمرأة إنها تقود السيارة. كل العمر هذا المرأة كان حرام إنها تقود سيارة عندهم. فتح هيك يعني أمور البارات وأمور يعني الواحد هيك يرفه عن نفسه. لكن في الدول الإسلامية أو العربية، أو بتشوف هناك حكم ظالم أو ملك، أو زي إيران دين يعني حكم إسلامي قامع جدا وواقع مؤلم، واقع جدا مؤلم. يحاربون أوروبا على إنها كفار، يحاربون الدول الديمقراطية على إنها دول ملحدة، ولكن هذه هي الدول اللي تحترم شعوبها، هذه هي الدول اللي فيها عندها إنسانية، هذه هي الدول اللي تحمي الطفل وتحمي المرأة وتحمي
كل المجتمع وفيش فيها عنصرية، أو إذا فيها عنصرية في عندهم برلمان، والبرلمان بحاول يسن قوانين على أساس إنه يقلص من هذه الظواهر. أحسنتي أحسنتي ديما، كلام جميل جدا وشكرا لمشاركتك. الله يسعدكم. هلا يا هلا. أبو لهب حابب تسولف؟ مساء جميعا، احييكم بتحيه الله والعزى يا قوم. محمد صالح المعلم الاكبر، سيد التنوير، لك تحيات ابي لهب الدكتور خالد والصديق القديم صاحب البث، وكذلك الاستاذ مالك او ملاك، والاستاذه ديما، كلكم احييكم. من اكثر الايات التي في القران تعجبني التي فيها الاعجاز والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها، ولكن نحن لم نسمع النصيحة وانتخبناها في البرلمانات الشرق الأوسط العربي، فهذا ما آل إليه حالنا الآن. فأرى الإعجاز في هذه الآية. أين أبي الدرداء الذي كان يدفع عنه الدنيا بصدره وراحتيه كما كان يدعي؟ ذهب، والله لا نجوت إن نجا يا رجل. عنده أربع زوجات. نعم، هؤلاء مش فاضي. انما ابي الدرداء ومن كان على شاكلته، ما الحكمه من خلقهم؟ الله خلقهم رحمه في البهائم، يرعون الابل والغنم ويروشونها وينيمونها. يا رجل ليس لهم اي حكمه في هذه الحياه، هو من كان على شاكلته في هذا الشرق الاوحل. ولكم تحياتي. تحياتي عزيزي، تحياتي ابو لهب. باديس ابو خالد قبلك، بس يا باديس يا غالي. ابو خالد سولف، عندك كان صدى، كنت فاتح المايك مع ابو الدرداء وصار صدى، اسف اعتذر اني نزلتك، تفضل يا ابو خالد. بسيطه، يعني تواجدنا مع العمالقه والجهابذه وسيدنا الكبير سيدنا محمد صالح صلى الله عليه وسلم، انا هيك نفسي دائما اخذها، والهامات الكبيره والقامات العاليه زي الدكتور خالد، هذا شرف لنا كبير. يعني تمنيت انه ابو الدرداء يكون، انا بعرف قصته يعني وبعرف انه من المشايخ، لكن تمنيت انه يكون كمان في شيخ حقيقي ويقف قبال الهامات العظيمه هاي، ونشوف طولنا من طوله. يعني يا ريت يكون الاشي كمان حقيقي، يا ريت نعمل على هذا الاشي انه نجيب لنا شيخ. ابو خالد بتحكي حلم، يعني حلم الشيوخ اول ما يشوفوا الاستاذ محمد صالح ولا الدكتور خالد بيهربوا. شو نعمل؟ ما هذا اللي بعرفه، هذا اللي بعرفه. يا ريت يكون واحد عنده الجراءه يعني يطلع، او يعني يسحبوه باي طريقه، خلي هالناس تشوف، خلي هالناس تعرف، يعني صدمه على الكل اللي وصلنا له في الدين واللي عرفناه عن الدين. صحيح دين ما فيه. الناس اللي عم تسألني، الناس اللي عم تسألني على الشيخ أبو عائشة، قولوا وين الشيخ أبو عائشة؟ الشيخ أبو عائشة زوج بنت صغيرة بالعمر وقعد ماخذ شهر عسل بالمالديف، بس يخلص إن شاء الله. يعني إن شاء الله راح يأتي إليكم الشيخ أبو عائشة يفهمكم بصوته الجهور. وسلامنا كمان للاستاذ مازن، هذا القامي، هذا فرعون، هذا مش عارف اله شو، من وين هالعلم؟ شو منبع هالعلم اللي جابه مازن؟ يعني ايش برفع الراس، مفخره انتم كلياتكم، ابو لهب، الدكتور ديما، الاستاذ ملك، انا متابع ومستمع جيد للجميع دائما، يعني مع محمد صالح لوجه الصبح، فقدته الى 3 4 ايام، اليوم الصبح تفاجات فيه، ومازن والجميع، واهلا وسهلا فيكم جميعا، اهلا وسهلا بعضنا. شكرا. يا هلا فيك يا غالي، يا هلا. تفضل يا باديس صديقي العزيز. مساء النور، تحياتنا للجميع، كل الاخوه الاعزاء الكرام الموجودين في البث وفي التعليقات، يعني في الجيست وفي التعليقات، تحياتنا للاخ العزيز اسكندر والأستاذ محمد صلاح وكل الحضور. يعني كما تعلمون اليوم يوم سبت، ونحن يعني نشرب بعض الكؤوس الخمر المباركة لكي نقضي عطلة جميلة. الأفكار متشتتة لكن سنعطي باختصار. مجتمعاتنا
لا أسميها العربية، أسميها شبه عربية، لأن تم حتى تغيير الهويات وغيره وغيره وغيره. نعاني كثيرا من الكذب، والإيجو مرتفع جدا، حتى أنهم يكذبون عليك يعني، ويعيدون الكذب 1000 مرة لتصبح حقيقة، في الدين، في السياسة، في كل المجالات. وللأسف نحن يعني نصدق. أنا شخصيا كتونسي من أصول أمازيغية، بكل صراحة، لماذا كل هذه الكراهية الموجودة ضد الغرب، أو ضد أنا لا أسميهم غرب أو شيء، أنا أؤمن بالإنسانية فقط، لا ديني، أؤمن بالإنسانية فقط. أكره العنف اللفظي بكامل لفظي أو جسدي أو غيره، سواء كان من مسلمين أو من حتى ملحدين، لأن أنا كلا ديني يعني ألاحظ. مثلا أنا تعجبني كثير طريقة الأستاذ محمد صلاح، طريقة الأخ إسكندر، لدينا أفكار، لدينا درس ما بالأمر البسيط جدا إنك تترك دين الإسلام، خاصة الدين الإسلام، ما هي حاجة سهلة، لازم تقرأ وتبحث وكثير من الأشياء، وتتعرض لصدمة ربما، وربما ستعاني تدريجيا، مو أمر سهل شيء هذا. إذا أنا أمتلك معلومات مهمة وعديدة، ويعني ونقطة الأهم إني تركت هذا الدين مثلا لوجدت عنف فيه، فأنا كلا ديني، هل من الذكاء إني أستعمل طريقة العنف أيضا في تعاملي مع الإنسان الآخر؟ يا عمي خليه يشتم مسلم ولا مسيحي ولا كل الأديان، بالنسبة لي أنا خرافة، خليه يشتم، لكن أنا أوصله الفكرة بطريقة أكاديمية مثل أسلوب الأستاذ محمد صلاح والأستاذ إسكندر. لماذا أنا أقمع إنسان أو أتعدى عليه أو أشتم؟ أنا لا أنسى أن أبي وأمي مسلمين وطيبين جدا، وعدنا الكثير من المسلمين الطيبين، هذه حقيقة، لكن صحيح يؤمنون بخرافة. حتى أنا والدي طلعت مع الأخ محمد صلاح في بث، وحكيت له قصتي الخاصة كل شيء، حتى أنا والدي قمعني حتى في الميراث يعني من أجل هذا الدين حقيقة. فقط لك علاقتنا طيبة وجميلة جدا وكل شيء، لكن قال لك ما أعطيك ميراث، ما أعطي ميراثي يعني أنا لابني، على عيني وراسي أنت، وعلاقتنا طيبة وإحنا تجار كل شيء، لكن ما قال لك ما أعطيك ميراث، حقك في الميراث ما أعطيه لك، فقط إلا ترجع للإسلام. هذه نقطة واحدة. أنا أسف شديد يعني لدينا قامات عظيمة ومثقفين كثر موجودين في البثوث هذه، للأسف يعني تم استدراجهم للعنصرية وبث الكراهية، وتم قمع يعني فكرهم، تم قمع فكرهم حقيقة. أنا أتمنى من كل الملحدين في العالم أو اللادينيين إنه يركز ويراجع أفكاره إذا كانت لا يدخل في مفهوم العنصرية ومفهوم العنف. فلنبتعد عن العنف لكي نوصل فكرتنا ونوصل أفكارنا بطريقة سليمة وطريقة سلسة. أنا مو عايش في الحياة هذه عشان أنا أخرج واحد من الإسلام ولا أخرج واحد من المسيحية وكذا، أنا أوصل له الفكرة، أقول له حقيقة الرسول، أقول له حقيقة الصحابة، أقول له البخاري، الحماري، صحيح مشكل، غيره وغيره، أقول له نفس الأشياء. ممكن أتجاوز في كلمة، لكن لا أكون قاسي، هذه حقيقة. النقطة الثانية، بصراحة دولنا يعني دولنا احنا في الهم، في الهم. أنا شخصيا يعني لم أولد في تونس، ولدت في سويسرا، لكن لما أرجع لتونس، بالرغم أنه تونس دولة معناها شبه علمانية، لكن للأسف يعني للدين هناك نوع من الدين مؤثر نوعا ما، يعني دائما في الهم، أنا ربي هذا ربي، إذا كان ربي موجود ودين الإسلام مثلا، أنا أتكلم عن الإسلام لأن كل المجتمعات العربية يحكمها الإسلام، لو كان يحكمها المسيحية كنت ستتكلم عن المسيحية مباشرة، لا أؤمن بهم كلهم، لكن لو كان الدين هذا دين حق، كان نصرنا الله، كان نصرنا الله، لكنا يعني متقدمين، وكنا يعني في تطور تكنولوجي وكل شيء. أغلبية شيوخ يستعملون اليوتيوب، الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيون، كل شيء من صنع الغرب، من صنع الكفار اللي يدعون عليهم 24 ساعة.
هل هذا يعني تناقض؟ أنا لما أركز في الموضوع، يعني أنا لما تركت الإسلام من 11 سنة، بقيت 3 أسابيع أسكر كل يوم، 3 أسابيع أسكر كل يوم، ما بدي أفيق من الصدمة اللي في رأسي يعني حقيقة. وأنا في النقطة هذه، لو يتكلم الإخوان يعني عن النقطة هذه أيضا، ترك الإسلام وكيفية يعني إيصال المعلومة بطريقة سلسة، لأني يعني أكره العنف، وأي شخص حتى كان صديقي كان ملحد أو كان لا ديني أو شيء يستعمل طريقة العنف في الخطاب أو في تصرفاته، فأنا أنسحب منها، ما أعترف بها أبدا حقيقة. ولكم الكلمة، شكرا لكم. تفضل يا سادي. يسعد صباحكم جميعا. يا هلا، تفضل. عم تسمعني استاذ اسكندر؟ ايه واضح يا صديقي، واضح. تفضل استاذ محمد، فل ولا بعده؟ اظن انه خرج. اوكي استاذ اسكندر، بس سؤال كمشاهد، انا تقريبا صار لي شي ساعه ونص عم بحضركم، بس بدي اعرف، بس ما صدقت انه هيدي كانت سيناريو مش حقيقه، الزلمه يلي طلع وكان في حوار بينكم وبينه، بس حبيت اتاكد حبيب قلبي. حكينا الشاب يعني ماخذ شخصيه شيخ، وكانت عامل مقلب بدكتور استاذ محمد صالح ودكتور خالد، بس يعني محمد صالح طلع انه عرف، يعني شكله حدا بعت له الرساله، فهم. بس هي كانت بالأول كانت ماشية عليهم زي ما مشيت على أحمد حرقان قبل. أوكي، يعني أبو الدرداء هو شخص صديق عندك؟ هو صديق. نعم صديق، صديق. أوكي، نعم. بس يعني صراحة أبدعته، صراحة أنا كمشاهد شابوبا بقول لك، وكل الاحترام والتقدير. حبيت اطلع اتاكد لانه انصدمت، كان مش تليفون بايدي، معقوله لهالدرجه كان في مرتب بكل كلمه كي القصص يلي صارت. ادخل على صفحتي شوف المقلب اللي عملوه باحمد حرقان. اوكي، الشيخ ابو عائشة، الشيخ ابو الدرداء، كانت يعني شيء خارق. الناس اللي حضرته يعني عجبهم كثير، كانت ستاند اب كوميدي ممتع جدا 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 صراحه. ايه صراحه، انا شكرا للاستضافه استاذ اسكندر، ويسعد لي مساكم كل الحاضرين. ولا يهمك، ادخل على صفحتي في مجموعه فيديوهات احضرهم. شو يا ديما، نورتنا شادي. على راسي حبيبه قلبي، على راسي. هاف ا نايس داي، ميرسي بوكو، بون جورني. اوكي، ولا يهمك يا شادي، منورنا. الشيوخ حتشوفوهم ان شاء الله، يعني ان شاء الله الفتره الجايه حجيبكم طاقم شيوخ، طبعا شيوخ متنكرين، ها، لكن راح يعملوا اشياء جميله على التيك توك. اوكي، خلينا ناخذ يعني اقلات والعزل اعلن عليهم الجهاد يا رجل، اتي بهم يا استاذ، لا اضربنهم ضرب ثمود وعاد وجعلنهم مثل رمادات العماد. الله اكبر، راح اجيبك ابو لهب تواجههم ان شاء الله. مواجهه راح تعلو ضغطنا. زودت على بيدي هنا في البيت ثياب ارستقراطيه عباسيه قديمه، وحقا لا اضربنهم ضربه ثمود وعاد يا استاذ، يا استاذي الفاضل. هؤلاء ائمه الظلام، هؤلاء الذين صبوا عن ديننا ودين ابائهم، هؤلاء المرتدون محمد واتباعه. نعم، قد ارتدوا عن دين اللات والعزى، وهو الآن يعلمون أن اللات والعزى حق وهي حقيقة، ولكن إن أكثرهم كافرون. أستاذ محمد صالح، حبعت لك دعوة إذا حابب تسأل. آسف بديس أنزلتك، لأنه في شخص كان بده يطرح سؤال عليك، إذا حابب أو إذا ظل موجود براحتك. أوكي، تفضل يا ريد. السلام عليكم، أنا لاديني من أفغانستان، عندي سؤال، كتبت السؤال ولكن ما وجدت الجواب. هناك آية في سورة الرحمن، ممكن ترفع صوتك أكثر؟ نعم، هل تسمعوني؟ لا، الصوت لسه أنا أظن ضعيف، ولا عندي أنا ولا ما. كان عندي سؤال،
آية الرحمة، سورة الرحمة، آية 26 إلى 28، هناك يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلمة يعني زميرها هل يرجع إلى الأرض؟ هل تستطيع أن تفسر هذا الآية؟ ايه بقول كل من عليها فان، انه مقصود فيها الارض طبعا، انه الفناء، انه نهايه الارض. اي استطيع اني اخرج لك الاسلاميه ابن كثير، وهذا انا الايه ما فكرت بتفسيرها قبل، يعني مش ايه مؤثر، بس هو قال انه كل من البشر فانيين. ايه كل من الفناء. كان عندي بحث مع المسلمين بلسان فارسي، وأنا أرجعت زميرها إلى الأرض. لكن صوتك كتير ضعيف يا صديقي، أظن أنه الناس كمان اللي بتسمع ما مش واضح الصوت. أوكي، شكرا. أوكي، كنت بتمنى أن الصوت يكون عندك أحسن. طيب نأخذ رفاعي. رفاعي عنكوش، تفضل. تحياتي اسكندر، تحياتي للجميع. تعودت علي اسكندر، معلش اتحمل. انت دائما بكون في عندي ملاحظات لانه انا مش شايف في انضباط على النقاش. قصص اللادينيين، لماذا تركنا الاديان؟ هو كل شيء له سبب والأصح، لكن في حالات ما بعرف، أنا اكتشفتها في خلال اللجوء، يعني على سبيل المثال كسياسة لجوء، لما تقدم لجوء خاصة بغير أديان أو بتوجهوا للإلحاد، المحقق ما بتوجه لسبب إنك ليش تركت، هو بتوجه لسبب اللي أنت توجهت إله. يعني لما نيجي نحكي، فرضنا واحد ترك الإسلام وأصبح مسيحي، اول ما تسأل السؤال ليش تحولت مسيحي، بيحكي لك لان انا شفت الاسلام ارهاب وكذا وكذا والى اخره. بتحكي له لجوءك مرفوض. انا ما بسألك عن الاسلام، انا بسألك ليش حولت للمسيحيه. فممكن لو اخذنا هذا المنظور افضل بالطريقه هاي، مثل ما بيعمل المحققين في دائره الهجره واللجوء مع اللاجئين. شو سبب توجهك نحكي للإلحاد أو لأديان أخرى، أو نحكي ممكن حتى معتقدات أخرى مش متداولة بيننا؟ يعني أنا بعرف شخص، أنا موجود في بلجيكا، بعرفه شخصيا، بوذي. لا السؤال للجميع، يعني هو مجرد نقاش وحوار عام، يعني مش أنه موجه لشخص بحد ذاته. كلنا لا دينيين يعني بشكل عام، يعني أغلبنا. ما بعرف أنه في شخص تحول من الإسلام للمسيحية موجود معي هون، بس يعني أنا ما فهمت شو قصدك. لا القصد انه هو السؤال صحيح 100% اللي انت حاطه، يعني لازم يكون في سبب، لكن في نحكي لك في نمط تفكير جديد. يعني هو ما بتوجه شو السبب، هو بتوجه للنتيجه، ليش انت حولت للنتيجه. يعني على سبيل المثال انت ليش حولت للدين المسيحي، ما بهمني انت ليش شو صار معك في الدين الاسلامي، انا بهمني شو صار معك. فرضنا لو كان الشخص مغير من دين اسلامي لدين مسيحي والعكس صحيح، قصدك شو الدليل اللي ظهر للإنسان عشان نقتنع بهذا؟ أيوه بالضبط. شو المغير؟ يعني ليش اخترت هذا الدين من غير الأديان؟ ليش اخترت الإلحاد من كل هاي الأديان، أو الفكر الإلحادي أو الربوبية أو اللادينية أو الآخرية؟ بالضبط شو الشيء اللي استقطبك، أو شو اكتشفته مش موجود في الدين السابق أو حتى في الأديان الأخرى؟ يعني على سبيل المثال أنا لو بدي أحول ديني، خليني أجاوبك عشان السؤال واضح جدا. أولا الإلحاد هو مش دين، يعني هو مش دين آخر. أنا فاهم، أنا ملحد يا إسكندر، بس أنا بسأل بطريقة عامة مش إلي، يعني أنا بسأل سؤال عام للكل، يعني إنه عشان يكون في قاعدة للجميع، يعني تنطبق هاي القاعدة على الجميع، يعني مش أنا عشان يكون كلامي خاص نص لمسلم أو مسيحي أو يهودي، لا يكون للكل، لأن في حتى أديان غير متداولة. يعني أنا مثلاً بحكي لك، أنا بعرف شخص هنا بوذي وجد بالبوذية شيء حلو. شوف يا رفاعي، شوف اغلب الناس اللي انتقلت من الاسلام للمسيحيه، وهذا انتقلوا من غير دليل، بس هو يعني
ما بده يصدق فكرة أنه ما في إله، فهو لما ترك الإسلام لأنه حس أنه هو في دين بيضطهد الأقليات وهذا راح للمسيحية، وفي العكس في اللي ترك المسيحية راح للإسلام. بس أغلب الناس هذول لو بحثوا بالدينين الإسلامي والمسيحية صح راح يكتشفوا أنه الاثنين ما في فرق بيناتهم يعني نفس الشيء. فلذلك هذا قصدي، انا قصدي لو كان العنوان، انا هاي قصدي كان مستفز اكثر. في لغط بعدم فهم اللادينيه، اغلب الناس بتعتقد انه اللادينيه او ترك الدين هو يعني مذهب جديد او دين او فكره جديده، لا هي بس فقط موقف من الايمان. يعني انا مش مصدق بادله ادعاء الاديان بوجود اله او الهه، بس لا اكثر لا اقل. يعني ممكن يكون لاديني ذكوري، ممكن يكون لاديني